الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، مرحبا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة. مرحبا شيماء. أهلا بك يا دينا، أهلا بحضراتكم، والبداية بأبرز العناوين. قادة جيوش دول إيكواس يبدأون اجتماعا في أكرا يستمر يومين لبحث الاستخدام المحتمل للقوة الاحتياطية في النيجر. الناتو يؤكد دعمه أوكرانيا في مواجهة روسيا حتى النصر، ويشدد على ضرورة اتخاذ أو أن تحدد كييف شروطها للسلام. في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، وزير الخارجية الإيراني يبحث في الرياض عددا من القضايا الثنائية. البداية مع تطورات الأوضاع في النيجر. قال مفوض الشؤون الأمنية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس عبد الفتاح موسى إن المجموعة تعطي فرصة للدبلوماسية لحل الأزمة في النيجر. كما أشار مفوض إيكواس إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بما فيها الحل العسكري في حال فشل الحلول الدبلوماسية. كما أكد موسى عزم المجموعة على استعادة النظام الدستوري في النيجر بكل السبل المتاحة، كما اتهم القادة العسكريين في النيجر بالتظاهر بقبول الحوار والحل الدبلوماسي. كان قادة جيوش الإيكواس أعلنوا بدء تفعيل القوات الاحتياطية لإمكانية التدخل العسكري في النيجر. وأوضحت المجموعة أن تفعيل القوة الاحتياطية يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر. تتفاقم التوترات الإقليمية، حيث لا تظهر المواجهة بين النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس أي بوادر على نزع فتيلها. وعلى الرغم من الإشارات من كلا الجانبين فهما منفتحان على حل الأزمة سلمياً، أعلن قادة جيوش إيكواس بدء تفعيل القوات الاحتياطية للمجموعة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر. وتحقيقاً لهذه الغاية تعقد لجنة رؤساء أركان دفاع إيكواس اجتماعاً استثنائياً لمدة يومين في العاصمة الغانية أكرا لوضع اللمسات الأخيرة على خطط نشر القوة الاحتياطية. وتأتي هذه الترتيبات بحسب التكتل في إطار متابعة توجيهات هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية في قمتها الاستثنائية بشأن الوضع السياسي في نيامي، والتي عقدت الخميس الماضي في أبوجا، حيث حذرت إيكواس من أن عدم تراجع المجلس الانتقالي عن خطواته في النيجر سيؤدي إلى تدخل عسكري من جانب المجموعة. الإعلان عن اجتماع قادة إيكواس في أكرا أثار حالة من الترقب بشأن إمكانية ترتيبهم تدخلاً عسكرياً محتملاً في النيجر، إذ يستعد قادة المجلس الانتقالي لتجنيد جماعي لمتطوعين من أجل مساندته في مواجهة التهديد المتزايد من المجموعة الاقتصادية التي تهدد باستخدام القوة العسكرية في البلاد. مراقبون استبعدوا إمكانية إقدام إيكواس على شن حرب لإنهاء الأزمة في النيجر وإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى السلطة، نظراً لضعف موارد جيوش دول المجموعة، فضلاً عن عدم وجود توافق بين دولها. أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى النيجر ستصل إلى نيامي، في إشارة إلى استمرار تعامل واشنطن مع الموقف هناك. وشدد على رغبة واشنطن في الإفراج عن الرئيس محمد بازوم وأسرته واحترام النظام الدستوري هناك.
السفيرة الجديدة ستعمل في وقت حرج لدعم الجالية وتنسيق جهود الحكومة الأمريكية في النيام، وهذا الأمر إشارة إلى استمرار تعامل واشنطن مع الموقف الحالي، وليس إشارة على أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه الأوضاع في النيجر. لقد كنا واضحين تماما في هذا الأمر، وطلبنا الإفراج عن الرئيس محمد بازوم وأسرته واحترام النظام الدستوري في النيجر. كان هذا هو الحال طوال الوقت، وسيكون كذلك عندما تصل السفيرة إلى نيامي أيضا. إذن في ظل نقاشات يجريها القادة العسكريون لإكواس من أجل التدخل العسكري في النيجر، لا يبدو أن هناك اتفاقا نهائيا على هذا الخيار حتى الآن بين دول المجموعة. ولفهم التوازنات والقوى العسكرية داخل إكواس ننتقل لمزيد من المتابعة مع الزميلة داليا أبو عميرة. إليك داليا. شكرا لكم دينا وشيماء، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وهذا عرض حول موقف جيوش دول إكواس من التدخل العسكري في النيجر. ففي ظل اجتماع يعقد قادة أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس لوضع اللمسات الأخيرة على خطط التدخل العسكري في النيجر، يبدو أنه ليس هناك إجماعا على هذا الخيار، حيث قالت بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك أنهم ستعتبران ذلك بمثابة إعلان حرب ضدهما. ولفهم توازنات القوى العسكرية داخل المجموعة نستعرض ترتيب دول إكواس بحسب تصنيف موقع جلوبال فاير باور المختص بالشؤون العسكرية. بالنسبة أولا لمعارضي التدخل العسكري في النيجر وأولها مالي، جاءت في المركز 110 في التصنيف، حيث يصل عدد الأفراد القادرين على القتال فيها إلى 6,430,000، وتمتلك باماكو قوات برية تتألف من 50 دبابة، أما قواتها الجوية فتتألف من 9 طائرات، منها 9 مقاتلات و6 طائرات هجومية. أيضا هناك بوركينا فاسو التي احتلت المركز 121 في تصنيف جلوبال فاير باور، ويبلغ عدد الأفراد القادرين على القتال 8,017,000، وتضم القوات البرية في واجادوجو 1,112 مركبة، وكذلك تضم أيضا 12 مدفعا و5 راجمات صواريخ، بينما تضم القوات الجوية 20 طائرة. تليها الدولة الثالثة وهي غينيا، أيضا هي دولة معارضة للتدخل العسكري في النيجر التي جاءت خارج تصنيف جلوبال فاير باور، لكن وفقا لبعض المصادر فإن إجمالي عدد أفراد القوات المسلحة 88,000، وتضم قواتها البرية 53 دبابة و10 طائرات فقط. على الجانب الآخر هناك المؤيدين للتدخل العسكري في النيجر، وعلى رأسهم وأبرزهم تأتي نيجيريا والتي جاءت في المركز السادس في التصنيف العالمي، إذ تمتلك واحد من أكبر الجيوش في منطقة الساحل الإفريقي، بينما يبلغ إجمالي عدد أفراد القوات المسلحة حوالي 215,000 جندي. أيضا تضم القوات البرية النيجيرية 177 دبابة و15,748 مركبة، كما تضم القوات الجوية النيجيرية 144 طائرة. ثاني المؤيدين للتدخل العسكري هي كوت ديفوار، والتي وضعها جلوبال فاير باور في المركز الخامس بعد 100 في التصنيف، ويبلغ عدد الأفراد القادرين على القتال فيها 11,773,000 فرد، وتضم القوات البرية في كوت ديفوار 10 دبابات و468 مركبة، أما القوات الجوية فتتألف من 6 طائرات. يليهم غينيا وتأتي في المركز رقم 109، حيث يبلغ عدد الأفراد القادرين على القتال فيها 14,237,000، وتضم القوات البرية 1,656 مركبة، كذلك 15 تراجمة صواريخ، أما القوات الجوية فتتألف من حوالي 20 طائرة.
تليهم في الترتيب دولة السنغال، والتي احتلت المركز رقم 125 في تصنيف موقع جلوبال فاير باور، حيث يبلغ عدد الأفراد القادرين على القتال في غينيا حوالي 6,811,000 مقاتل، أيضا تضم 811,000، وتضم القوات البرية 1,104 مركبات، كما تضم القوات الجوية 27 طائرة. كان هذا مشاهدينا عرضا لأهم توازنات القوى داخل مجموعة إكواس ما بين معارض للتدخل العسكري في النيجر ومؤيد له. شكرا جزيلا لحضراتكم. الآن نعود مرة أخرى إلى دينا زهرة وشيماء الكردي لاستكمال هذه النشرة، إليكم. شكرا لك داليا، ولا زلنا في متابعة مستمرة حول التطورات فيما يخص الأزمة في النيجر، وفي ظل النقاشات المستمرة التي يجريها القادة العسكريون لإكواس من أجل التدخل العسكري في النيجر. نعم شيماء صحيح، ولمزيد من المتابعة وإلقاء الضوء على نتائج هذا الاجتماع في يومه الأول، ينضم إلينا من نيامي الدكتور حسن روزي نائب مدير جامعة كات العالمية. مرحبا بك دكتور حسن معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن في اليوم الأول من لقاء قادة جيوش دول إكواس، يبدو أن هناك اتفاق على نشر قوة احتياطية في النيجر لاستعادة النظام الدستوري. كيف تتلقى نيامي مثل هذه التطورات؟ طيب مساء الخير عليكم وللزملاء والمشاهدين. الذي يحصل هنا في نيامي، الجميع يترقب القرار النهائي منذ 3 أسابيع، ولكن لم يحصل شيء إلى الآن. وأدركنا أنه الجميع هو قوي ويعرض عضلاته من عبر الإعلام، ولكن على أرض الواقع هنالك انقسام شديد وحاد. وحسب ما تحصلنا على بعض المعلومات أنه هنالك ضغط أمريكي من أن تكون لا تجد هذه الدول فرصة للتدخل. لماذا؟ حينما تعلن الولايات المتحدة أو تعين سفير جديد للدولة، هذا اعتراف ضمني للحكومة الموجودة، لكنها أعلنت في الوقت ذاته أن السفيرة الجديدة لم تحصل على أوراق اعتماد من السلطات الموجودة حاليا. صحيح، ولكن هنالك تضارب في المعلومات التي تصل هنا من أن باريس خيبت آمالها، كانت هي وراء تحريك هذه الدول، ولكن سرعان ما سمعت بأن هنالك تعيين سفير جديد للولايات المتحدة توقفت نوعا ما من هذا الحراك الذي كان يحرك سريا للأيادي الإفريقية من نيجيريا من هنا وساحل العاجم من هناك وكذلك السنغال من هنا وهناك. طيب يبدو أن يعني يبدو حتى اللحظة دكتور حسن إنه نيامي مطمئنة إلى حد ما أن الخيار العسكري غير وشيك، يعني ويبدو بعيدا حتى اللحظة، لكن ما رأيك فيما يقال إنه نيامي تبدي ظاهريا رغبتها في الحوار، انفتاحها على الحوار والحلول الدبلوماسية، لكن في الباطن تتصرف عكس ذلك؟ بالفعل ما نراه في أرض الواقع، الحكومة تمتد وتتمدد ويعني تواصل في أعمالها من غير مبالاة بالذي يحصل في الخارج، ولكن في ذات الوقت هي تعاني معاناة شديدة. هذا الضغط وهذا الحصار وهذا القطيعة الإقليمية والعالمية تؤثر فيها سلبا، بحيث لا تستطيع أن تتحرك نهائيا. فالدول التي تستطيع أن تتواصل معها في هذا في هذه الأجواء هي مالي وبوركينا فاسو وتشاد، هي بذاتها دول منهكة أرهقتها الجماعات الإرهابية، وظروفها لا تسمح لها حتى أن تؤيد أو تناصر جهة أخرى غير أراضيها التي الآن تعاني كثيرا من الهجمات من قبل هذه الجماعات، ونحن هنا أيضا عادت علينا هذه الجماعات. فما يحصل الآن إن لم
تفتح صفحة جديدة للحوار وللنقاش للوصول إلى نتيجة مرضية للجميع فسيحصل كارثة. لكن هل يبدو حتى اللحظة أنه نيامي ماضية في سياسة فرض الأمر الواقع؟ يعني شكلت حكومة جديدة، بل ورئيس وزرائها المعين حديثا ذهب في زيارة خارجية، وهل سوف يصبح الأمر كما حدث في دول إفريقية عدة، يعني شهدت عمليات انقلابات وإطاحة بالحكم ثم عادت الأمور إلى مجاريها وتقبل الجميع الوضع الجديد؟ ما نراه في الظاهر كأن المجلس العسكري له ضمانات، لأنه تم تشكيل الحكومة من جميع الوزارات قرابة 21 وزير، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ذهب إلى تشاد إلى نفس الوسيط الأول الذي جاء هنا ليبدي له رغبتهم في الحوار الشامل مع من يريد الحوار معهم، لأنه لم يكن هنالك طلب للحوار معهم، إلا أنهم تفاجؤوا بهذه العقوبات التي فرضت عليهم. فلعل الرجل ينقل هذه الرسالة للمجموعة الأخرى ليفتحوا، ولكن الظروف الواقعية التي تعيشها النيجر حاليا لا تساعد على الاستمرار في سياسة المجلس العسكري الذي يقودها السيد رئيس الوزراء الآن. نعم. فلا بد من الاستماع للخارج إلى أن يصلوا إلى نقطة مرضية. شكرا جزيلا لك. نعم، وضحت الفكرة، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسن روزي نائب مدير جامعة كعت العالمية، حدثتنا من نيامي. والآن إلى تطورات الأزمة الأوكرانية. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أن الحلف يجري نقاشات داخلية مستمرة بشأن كيفية إنهاء الأزمة في أوكرانيا وإحلال السلام. وأكد ستولتنبرغ أن الناتو سيدعم أوكرانيا حتى تنتصر في حربها ضد روسيا، كما شدد على ضرورة أن تحدد كييف شروطها للسلام. وأشار الأمين العام للناتو إلى أن أوكرانيا تستعيد أراضيها التي سيطرت عليها روسيا بوتيرة بطيئة لكن ثابتة، وأضاف أن الحلف لم يلحظ أي تغييرات في القوات النووية الروسية، وأنه لا يرى سببا لإعادة النظر في تغيير قواته المماثلة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت عمليات هجومية ناجحة وعززت مواقعها في محور دونيتسك شرقي أوكرانيا، تمكنت من القضاء على نحو 1000 جندي أوكراني في المحاور كافة، مؤكدة صد قواتها 4 هجمات معادية، كما دمرت دبابتين ومدافع هاوزر في محور دونيتسك. قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن كييف قدمت ضمانات لبعض الدول الغربية بعدم استخدام أسلحة الحلفاء ضد أهداف داخل الأراضي الروسية. وأكد كوليبا أن كييف ستحتاج إلى إمدادات ثابتة من الأسلحة والذخيرة الغربية لتحقيق هدفها من الهجوم المضاد. وشدد وزير الخارجية الأوكراني على أن كييف تعتزم بذل جهود سياسية لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية بهدف مواجهة النفوذ المتزايد لموسكو في القارة حسب وصفه. قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات إن كييف لن تتمكن من استخدام مقاتلات F-16 الأمريكية خلال فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين. وأضاف إهنات أن أوكرانيا كان لديها أمال كبيرة لهذه الطائرة في أن تصبح جزءا من منظومتها للدفاع الجوي. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق في شهر مايو الماضي على برامج تدريب للطيارين الأوكرانيين على المقاتلات، لكنه لم يعلن موعدا لتوريد الطائرات حتى الآن. مع تواصل العملية العسكرية الروسية وبالتزامن مع الهجوم الأوكراني المضاد، تلقت كييف صدمة غير متوقعة بعد إعلان عدم قدرتها على استخدام مقاتلات F-16 أمريكية الصنع خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين، وبعد الآمال العريضة التي علقتها كييف على تلك المقاتلات في قلب موازين الحرب ضد روسيا.
جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن الأوكرانية، أمال طالما ترجمت في مناشدات كييف لحلفائها الغربيين منذ انطلاق الحرب بإمدادها بمقاتلات F-16 التي كانت تعول عليها في معادلة ميزان القوى مع موسكو. بل ذهب الرئيس الأوكراني إلى أكثر من ذلك، حيث اعتبرها السلاح الذي سيلحق الهزيمة بالروس. وفي استجابة للمطالب الأوكرانية، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسلم كييف المقاتلات المطلوبة، كما أعلنت العديد من العواصم الأوروبية استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها واستخدامها في المعارك. وبحسب مراقبين، فإن إعلان كييف عجزها عن استخدام مقاتلات F-16 في الوقت القريب مرجعه إلى عدة أمور، أهمها طول الفترة التي سيستغرقه تدريب طياريها على استخدام تلك المقاتلات، فضلاً عن تجهيز البنية التحتية المناسبة لاستقبال F-16 من حيث مدارج الهبوط والإقلاع. وبالرغم من وجاهة هذين السببين، فالدافع الأهم وراء ذلك التأخير يتمثل في تمهيد المشهد السياسي خوفاً من استخدام تلك المقاتلات في الداخل الروسي، الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيج الأوضاع واحتمالية إشعال فتيل مواجهة عسكرية مباشرة بين الناتو وروسيا، وهو أمر تسعى الدول الغربية جاهدة لعدم وقوعه. تباين الآراء حول أسباب إعلان كييف عدم قدرتها على استخدام مقاتلات F-16 لا ينفي الاتفاق حول التأثير السلبي على أوكرانيا جراء هذا الأمر وعدم قدرتها على معادلة ميزان القوة الجوية أمام مقاتلات Su-35 الروسية التي منحت موسكو السيطرة على الأجواء الأوكرانية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية من الطائرات المسيرة وبشكل كبير. وقد أوضح زيلينسكي أنه على تواصل مع الشركاء والحلفاء لضمان استمرار الإمداد بالمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي اللازمة. ناقش رئيس الأركان ووزارة الدفاع مسألة الذخيرة، وناقشنا المسائل المتعلقة بالطائرات المسيرة وقدراتنا التكنولوجية الشاملة. ففي كل لواء قتالي يعطي الجنود الأولوية للأسئلة المتعلقة بالطائرات دون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي العسكري، وتشمل الإجابة عن هذه الأسئلة عملنا مع الشركاء لضمان الإمداد بالطائرات المسيرة والأنظمة الضرورية بالإضافة إلى العمل هنا في أوكرانيا على الإنتاج الأساسي. فنحن نعمل على زيادة الإنتاج بشكل كبير. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من برلين الدكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشؤون الدولية. دكتور أهلا بك ومرحبا. إذن يانس ستولتنبرغ يتحدث عن نقاشات داخلية مستمرة في داخل حلف الشمال الأطلسي حول إنهاء الأزمة في أوكرانيا وإحلال السلام، ليعود مرة أخرى ويؤكد على دعم الحلف لأوكرانيا حتى انتصارها على روسيا، يعني وهنا بالطبع يقصد الدعم العسكري. كيف تفهم إذن سياسة واستراتيجية الناتو بشأن الأزمة في هذه المرحلة؟ أولا اسمحي لي أن أحييك وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني لا أفهم السيد ستولتنبرغ أمين عام حلف الناتو عن أي انتصار يتحدث. هل الانتصار الدبلوماسي الذي ظهر في زلة لسان رئيس الأركان للناتو عندما قال أن على الأوكران أن يتخلوا عن الأرض حتى يدخلوا في حلف الناتو، حتى رغم ذلك أنها روسيا لم تقبل هذا الكلام ولا تقبل به أساسا. عن أي انتصار يتحدث السيد ستولتنبرغ بعد سنة ونصف من كل ما أوتيت حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية من دعم عسكري للقوات الأوكرانية، والحديث عن هجوم مضاد ولم يأتي بأي نتيجة على الأرض، بل بالعكس تراجع أكثر فأكثر، حتى وصل به الأمر أنهم بدأوا يعانون من خلو مخازنهم. هذا الانتصار الذي يتحدث عنه أمين عام حلف الناتو يعني غير مفهوم وغير واضح.
أين ومتى سيكون حقيقة. لكن إذا تحدثنا عن مباحثات، نعم هنالك مباحثات كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة التي دخلوا إليها، أو دخلوا يعني في نفق مظلم لا يعرفون الخروج منه. محاولة استنزاف روسيا انقلبت عليهم، صحيح هذا لا يعني أن روسيا لا تخسر، لكن بالمقابل هم يخسرون أكثر بكثير مما تخسره روسيا. وما رأيناه بالأمس مثلا من عرض أسلحة وغنائم حرب التي يعني سيطرت عليها القوات الروسية وعرضت في المعارض الروسية بالأمس للبيع، هذه كانت يعني مهزلة ما بعدها مهزلة وإهانة للقوات العسكرية والدبابات والآليات الأمريكية والروسية والدول من حلف الناتو. يعني عن أي حديث يتحدث حقيقة، أي نصر يتحدث عنه، هذا غير مفهوم، غير واضح حتى الآن. ربما يعني هو يتمنى هذا الانتصار، لكن ليس هنالك أفق وليس هنالك ما يدل على أن هنالك إمكانية للانتصار في مواجهة. نعم دكتور، كذلك يتحدث أمين العام للناتو بأن هناك انتصارات أو المدن أو المناطق التي سيطرت عليها روسيا تستعيدها أوكرانيا بشكل بطيء ولكن بشكل ثابت في نفس التوقيت. هل هذا ينم عن رضا الدول الغربية وحلف الناتو عن ما يتم في الأراضي الأوكرانية من انتصارات أوكرانية كما يتحدثون، وأن ذلك سينعكس على إمداد أوكرانيا بكثير من الأسلحة وبشكل ثابت كما يطالب دائما الرئيس الأوكراني؟ يعني هذا إرضاء ربما للداخل الأوروبي ولداخل الدول الناتو، ليس للواقع، يعني ليس من الواقع في شيء، لأنه ليس هنالك من تقدم على الأرض. ونحن رأينا أن كان الحديث كثير وكبير جدا عن الهجوم المضاد، وأن يعني ستقلب الموازين الهجومات المضادة لتحرير الأرض بالكامل، وإذ ثم بدأ الحديث الآن عن الفشل لهذا الهجوم. وهذا يدل على شيء، يدل على أن هنالك ليس تقدما بل هزيمة، يعني أكثر فأكثر، وهنالك الكثير من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية من جديد. يعني أنا لا أعرف أين هو التقدم الذي يتحدث عنه أمين عام حلف الناتو، لكن أنا أريد أن أقول لك أن ربما هذا الكلام يأتي فقط من أجل إرضاء شعوب الدول الناتو، حتى يعني لا يسألوا إلى أين تذهب هذه الأسلحة وهذه الأموال، ويكون مبرر لهم للمزيد من الدعم العسكري. لكن هل سيأتي بنتيجة؟ أنا لا أعتقد ذلك. ورأينا خاصة أن هنالك ترددا في إعطاء الأسلحة بعيدة المدى، الصواريخ، الطائرات F-16، يعني يوعد الأوكراني بها ثم يقول له لا يمكن لك أن تستعملها في مكان ما أو في هذه المنطقة أو في الداخل الروسي. وهذا إن دل على شيء، لأنهم يؤمنوا تمام الإيمان ومدركين تمام الإدراك أن لو أي نوع من الأسلحة أعطوه لن يكون هنالك انتصارا، إلا أنه يمدد في هذه الأزمة، يستنزف القوة الروسية ويستنزف القوة الأوكرانية بطبيعة الحال، لكن على حساب الدول الأوروبية ودول الناتو. وطبعا المستفيد الأكبر في هذه الحالة هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها لن تخسر شيئا، يعني هي تخسر يعني أسلحة وذخائر وإلى ما هنالك، ولكن ستقبل ثمنها في النهاية. لكن لهذا السبب أنا أرى أن هذا الحديث عن الدعم العسكري إلى الانتصار هو مجرد إطالة أمد هذه الحرب ودون يعني نتيجة على الأرض، ولن يكون هنالك أي خسارة للأرض أو تراجع للقوات الروسية، لأنه حتى الآن بعد كل هذا الدعم لم نرى أن هنالك تقدم عسكري على الأرض. حتى التقدم البطيء الذي تحدث عنه لم نراه، لا على شاشات التلفزيون ولا على وكالات الأنباء تحدثت عنه ولا أي أخبار، بل قالوا أن المعارك ما زالت قائمة وأن القوات الروسية تتقدم هنا وهناك. هذا كل ما يعني وصلت الفكرة يدور على الأرض، فلا أعرف أين هو التقدم. إذن من برلين دكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك. أعلنت القوات الأوكرانية تقدمها في الجبهة الجنوبية الشرقية في البلاد، حيث تمكنت من استعادة قرية أوروزين الواقعة على أطراف منطقة دونيتسك. أوضحت كييف أن هجومها المضاد يتقدم بوتيرة أبطأ مما خططت له بسبب حقول الألغام وخطوط الدفاع الروسية الشاسعة.
إذن تقول كييف إن روسيا صعدت المعارك في منطقة ليمان شرق البلاد منتصف يوليو الماضي، وأن القتال العنيف على طول خط المواجهة شمال شرق أوكرانيا لا يزال مستمرا. كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها تمكنت من صد 4 هجمات نفذتها قوات كييف على محور كراسني ليمان، وتم القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا. لا يزال القتال العنيف على طول خط المواجهة شمال شرق أوكرانيا مستمراً، بينما تستخدم قوات كييف معلومات استخباراتية من لواء الطائرات المسيرة لضرب المواقع الروسية. واستهدفت قوات لواء الدفاع الإقليمي 100 مواقع روسية وسط تكثيف للهجمات الروسية في الاتجاه الشمالي الشرقي. مسؤولون عسكريون أوكرانيون قالوا إن روسيا صعدت المعارك في منطقة ليمان منتصف يوليو الماضي، وإن وحدات قذائف الهاون يتم نشرها بشكل مستمر لصد تقدم موسكو. لقد خاض الروس تناوبا مؤخرا ونفذوا عملية هبوط بأعداد كبيرة. حاولوا التقدم لكنهم لم ينجحوا. في البداية لم نعتقد أنهم مظليون، لكن عندما رأينا كيف كانوا يركضون بعيدا عن قذائفنا تأكدنا أنهم مظليون. في أعماق الغابة على مشارف كرمينيا في منطقة لوهانسك، قصفت وحدة هاون مواقع روسية من خلال تلقي إحداثيات من وحدة الاستخبارات المسيرة. بفضل الاستخبارات الجوية نحن نمنع العدو من الاقتراب من مواقعنا. يمكننا رؤيتهم. لا يمكنك رؤية كل شيء من الخندق إلى الغابة، وما إذا كانت المعدات تتحرك أو التقدم قد بدأ، لكن يمكنك التحذير من هجومهم وصده من ارتفاع 450 مترا. نحن ننتصر في معركة صغيرة بهذه الطريقة. تواصل القتال العنيف على طول خط المواجهة شمال شرق أوكرانيا يأتي غداة تأكيد موسكو أن الموارد العسكرية الأوكرانية شبه مستنفدة، في حين تقول كييف إن هجومها المضاد يتقدم بصورة أبطأ من المأمول بسبب انتشار الألغام الروسية وقوة الخطوط الدفاعية الروسية. أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على أراضيها، وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه تم إسقاط المسيرة فوق منطقة بلغورود جنوبي البلاد، فيما لم تقع إصابات أو أضرار جراء هذا الهجوم. يحظى البحر الأسود بأهمية كبرى، خاصة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية لما يتمتع به من أهمية اقتصادية للطرفين. وتمثل الموانئ الواقعة على البحر نقطة صراع كبيرة، وهو ما جعل الأنظار العالمية تتجه له مؤخرا. المزيد عن أهمية البحر الأسود على مختلف الأصعدة يرصدها الزميل ياسر رشدي في سياق هذا العرض. حاز البحر الأسود على اهتمام دولي كبير منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يتمتع بأهمية اقتصادية هائلة لكل من الطرفين. فبالنسبة لروسيا تصدر من موانئه كل ما تنتجه من حبوب وأسمدة وسلع أخرى، فيما يعتبر نقطة تصدير الرئيسية لأوكرانيا حتى انتهاء اتفاقية الحبوب منتصف يوليو الماضي. يعد البحر الأسود شريانا مهما للنقل، ويربط الدول المشاطئة له بالأسواق العالمية، وتحظى روسيا وأوكرانيا بالعديد من الموانئ المهمة على ساحله. ففي أوكرانيا يعد ميناء أوديسا البحري الميناء الرئيسي والأكبر للبلاد ونقطة العبور الرئيسية لصادرات الحبوب، كما يعد ميناء خرسون أحد أهم الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، حيث تعد مدينة خرسون الموطن الرئيسي لبناء السفن ومركزا أساسيا للشحن البحري، وتحظى بأهمية استراتيجية كبيرة كونها ميناء مهما يطل على البحر الأسود وبحر أزوف ونهر دنيبرو، ما يسمح بالاتصال جغرافيا بمناطق حيوية ومهمة. أما روسيا فلديها العديد من الموانئ على البحر الأسود، حيث يعد ميناء نوفروسيسك أكبرها، وهو الميناء الرئيسي الذي يصدر عبره النفط والحبوب الروسية وغيرها من المنتجات إلى جميع أنحاء العالم، كما يضم واحدة من أهم القواعد البحرية الروسية.
ومن الموانئ الروسية المهمة على البحر الأسود ميناء نابا الذي يوصف بأنه إحدى جواهر البحر الأسود، ويمتد بالقرب منه خط تورك ستريم لنقل الغاز. كما يمتاز ميناء تامان بأهمية خاصة، حيث تصدر عبره شحنات الغاز المسال بطاقة تبلغ 20 مليون طن سنوياً. وفي شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ العام 2014، يعد ميناء سيفاستوبول أهم الموانئ، وتغلب عليه النشاطات العسكرية، فهو مقر لأكبر أسطول روسي، هذا بالإضافة إلى كونه مركزا لتصدير البضائع المختلفة. كان هذا مشاهدين عرضا للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للبحر الأسود، حيث تحظى روسيا وأوكرانيا بالعديد من الموانئ المهمة على ساحله، والتي من خلالها يتم تصدير معظم ما ينتجه من حبوب وأسمدة وسلع أخرى. مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل الآن إلى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور الرياض للمرة الأولى منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في مارس الماضي. تنفيذ مفاد توافقنامة التي تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما. بدوكشفار ومصالح دوكشفار ودو ملت منجر خواهد شد. من خلال تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون. الطريقة تعزيز روابط دو جانبة وهمكارية مشتركة. وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وتقوية ثبات منطقي. وفي إطار تنفيذ الاتفاقية، فقد استأنفت بعثات كلا البلدين أعمالهما. و در راستای تنفیذ مفاد توافق نامه نمایندگی های دو کشور کار خود را شروع کردند. كما تأتي مباشرة سفير المملكة العربية السعودية المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفير الإيراني المعين لدى المملكة مهام أعمالهما كخطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين. شروع مأموريات دو سفير در سفير عربستان السعودي در طهران وسفير جمهورية إسلامية إيران در رياض در راستای تعزيز روابط دو كشفر. أكدت أيضا خلال لقائي بمعالي اليوم حرص المملكة على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة. همچنین تأكيد کردم به جناب آقای وزير برای تنفيذ توافقنامه های قبلی، خصوصا تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية. بویژه اون توافق های مربوط به جنبه های اقتصادی و امنیتی. وأهمية استمرار التشاور والتنسيق في الفترة المقبلة بين وزارتي الخارجية في البلدين. همچنین تأكيد کردم بر ادامه گفتگو و رایزنی بین دو وزارتخانه در آینده. وكذلك تطلع المملكة لزيارة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي. و همچنین انتظار کشور عربستان برای استقبال از سفر جناب آقای رئیسی إلى المملكة بناء على الدعوة الموجهة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظ الله. بر اساس دعوتنامه جناب شاه ملك سلمان. وفي الختام أرحب مرة أخرى بأخي معالي وزير الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأجدد تأكيد المملكة على أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين. همچنین دوباره خوش آمد میگم خدمت جناب عبداللهیان و تأکید میکنم بر عزم کشور ما برای تعزیز روابط دو جانبه. و تطلعنا الى مرحله جديده في العلاقات و انتظار ما برای باز کردن یک صفحه جدید در روابط دو کشور. تمتاز بالاخوه الاسلاميه، روابطی که بر اساس برادری اسلامی صورت میگیره. والسعي المشترك لتعزيز العلاقات بناء على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. والتلاش المشترك بأساس مصالح مشترك و والاحترام المتبادل واحترام متقابل. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر میکنم از حسن استقبال و میزبانی همکارم جناب آقای وزیر فیصل بن فرهان بعد البدء اتقدم بجزيل الشكر لمعالي الوزير السيد فيصل بن فرحان على حسن الاستقبال وكرم الضيافه خرسند هستم که امروز گفتگوهای نتیجه بخش و مهمی رو در ریاض داشتیم انني سعيد جدا بانه جرت بيننا مباحثات مثمره وهامه اليوم في الرياض ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم در منطقه غرب آسیا و در جهان اسلام هستند. ان ایران و المملکه العربیه السعودیه تعتبران بلدین هامین فی منطقه غرب آسیا و العالم الاسلامی. خوشبختانه اکنون روابط دو کشور در مسیر درست خود قرار داره و رو به پیشرفت هست. الحمد لله نحن نشهد اليوم بأن العلاقات بين البلدين تسير في اتجاه صحيح وتشهد تقدما طرفين مصمم هستیم که همکاری های خود رو در تمامی زمینه ها گسترش بدهیم ان كلا الطرفين عازمان على ان يوسع ويعزز التعاون بين البلدين في كافة المجالات در همین راستا در این رابطه بر اراده مشترک تهران و ریاض برای توسعه و تحکیم همه جانبه مناسبات تأکید شد. و في هذا الإطار فقد تم التأكيد من قبل كلا الطرفين على الإرادة والعزم بين كلا البلدين من أجل تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات. اتفاق نظر داریم که موافقتنامه‌های موجود بین دو کشور از جمله در حوزه‌های امنیت، اقتصاد، تجارت و سایر موضوعات مورد علاقه رو اجرایی بکنیم. كلا الطرفين يتفقان في ان يثبوا الطابع العملي على الاتفاقيات الموجوده بين البلدين سواء في المجال الامنی و الاقتصادی و تجاری و باقی مواضیع همچنین اتفاق نظر داریم که سایر اسناد پایه و زمینه ای که به توسعه همکاری های بیشتر بین دو کشور کمک خواهد کرد رو در دستور کار روابط دو کشور و سفارتخانه های دو طرف در تهران و ریاض قرار دهیم کما لدینا اتفاق فی وجهات النظر بانه أن نعمل على الوثائق والاتفاقيات الأساسية والتي تمهد الأرضية من أجل توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين وأن نضع ذلك في جدول أعمالنا وفي جدول أعمال سفارات كلا الطرفين اتفاق نظر داریم که چارچوب و فرمتی رو تعریف کنیم که با مسئولیت وزرای خارجه دو کشور و تشکیل کمیته‌های فنی و تخصصی متنوع پیگیری روابط رو در دستور کار مشترک قرار دهیم. و كما ايضا لدينا اتفاق في وجهات النظر انه في هذا الاطار ان نعرف وان نسمي لجان مشتركة بين البلدين لجان فنية وتخصصية متنوعة بين البلدين ويكون على رأس هذه اللجان وزراء الخارجية لكلا البلدين وأن نضع ذلك أيضا في جدول أعمالنا در ادامه گفتگوهای قبلی هم با سران کشورهای همسایه جنوبی حوزه خلیج فارس ایده گفتگو و همکاری منطقه‌ای رو با همکار خودم جناب آقای امیر فیصل بن فرهان در میان گذاشتم و استمرارا للمحادثات السابقه بيني وبين المسؤولين ورؤساء دول الجوار في جنوب الخليج الفارسي فطرحت هذه الفكره فكره اجراء الحوار والتعاون الاقليمي طرحت هذه الفكره مع زميلي معالي الوزير فيصل بن فرحان معتقد هستیم می توانیم از موضوعات فوری همچون مباحث مربوط به محیط زیست و عملیات امداد و نجات در منطقه همکاری های دو جانبه و چند جانبه رو سامان بدهیم
أنني أعتقد بأنه بإمكاننا أن نعمل وأن ننظم وأن نعمل في المواضيع الفورية والعاجلة بما فيها المواضيع التي تتعلق بشأن البيئة ومواضيع الإغاثة والإغاثة في والإنقاذ في المنطقة، وأن نتعاون في هذا المجال بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف. همچنین در خصوص همکاری‌های دو و چند جانبه بخش‌های خصوصی دو کشور و همکاری‌های تجاری گفتگو کردیم. كما تطرقنا بشأن التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف بشأن موضوع التعاون التجاري فيما بيننا أو فيما بين القطاع الخاص. ما بر أمنيت بومي و درونزاي منطقي تأكيد داريم. نحن نؤكد على الأمن الداخلي للمنطقة والأمن ذاتي المنشأ في هذا المنطقة. خرسند هستیم که در راستای سیاست خارجی دولت جناب آقای دکتر رئیسی و تأکید آقای رئیس جمهور بر این موضوع که ما دست خود را به سوی همسایگان دراز می‌کنیم، امروز در مسیر درست تقویت مناسبات با کشورهای همسایه خود و از جمله عربستان سعودی هستیم. وإننا سعداء جدا أنه في إطار العمل بالسياسة الخارجية لحكومة فخامة الرئيس الدكتور رئيسي وتأكيد فخامته على هذا الموضوع بأنه نحن نمد يد التعاون لدول الجوار، فنحن نشهد اليوم بأننا نتخذ خطوات صحيحة ونتخذ أو ننتهج مسارا صحيحا في تعزيز العلاقات مع دول الجوار من ضمنها السعودية. در این چارچوب علاوه بر احیای روابط با کشور همسایه و برادر عربستان سعودی، با دیگر کشورهای این حوزه شامل عراق، قطر، کویت و امارات متحده عربی روابط قوی و نیرومندی رو پایه‌گذاری کردیم. و في هذا الإطار وطبعا فضلا عن إعادة أو إحياء العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية الجارة والشقيقة، فنحن نشهد بأنه نحن قد قمنا بتعزيز العلاقات أيضا مع دول الجوار الأخرى بما فيها العراق وقطر وكويت والإمارات العربية المتحدة. معتقد هستیم که ایده امنیت و توسعه در منطقه یک ایده غیر قابل تفکیک و متعلق به همه کنشگران در منطقه است. اننا نعتقد بانه فكره تحقيق الامن والتنميه في المنطقه هي فكره لا يمكن تجزئتها، وان جميع الفاعلين واللاعبين الاقليميين بإمكانهما أن يلعبوا دورا في هذا المجال. ما امروز در ریاض در خصوص برخی موضوعات جهان اسلام نیز به تفصیل گفتگو کردیم. وطبعا نحن هنا في الرياض فتحدثنا اليوم حول بعض المواضيع المتعلقة بالعالم الإسلامي. معتقد هستیم که سازمان همکاری اسلامی از ظرفیتی برخوردار هست که امروز در نظام بین الملل به عنوان یک کنشگر مهم عمل بکند. اننا نعتقد بانه منظمه التعاون الاسلامي فلها امكانيات وطاقات كبيره اليوم، حيث بامكانها ان تكون فاعلا ولاعبا مهما في النظام الدولي. از جمله موضوعاتی که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، تمرکز بر مسئله فلسطین و قدس به عنوان موضوع اصلی جهان اسلام هست. و ايضا من المواضيع التي تطرقنا اليه اليوم هو التركيز على القضيه الفلسطينيه والقدس الشريف تحت بانها هي طبعا القضيه الرئيسيه للعالم الاسلامي. خرسند در مكاني که کنفرانس مشترک مطبوعاتی ما برگزار میشه به نام
سالون و محل اجتماع قدس نامگذاری شده. وطبعا نحن سعداء بأننا نشهد بأنه هذا المكان الذي يعقد فيه هذا المؤتمر الصحفي، فهذه القاعة هي تسمى بقاعة القدس. ما به حمایت‌های قوی خود از فلسطین ادامه می‌دهیم. ونحن بالتأكيد نستمر في دعمنا القوي للقضية الفلسطينية. تردید وجود ندارد که رژیم صهیونیستی برای ایجاد تفرقه، دشمنی و اشغالگری به تلاش‌های خود در جهان اسلام و منطقه ادامه خواهد داد. نحن ليس لدينا أدنى شك في أن الكيان الصهيوني سيسعى من أجل بث الفرقة والعداء واحتلال منطقتنا. ما با بصیرت و هوشیاری تحركات رژیم صهیونیستی رو پیگیری میکنیم. فطبعا نحن نستمر برصد تحركات الكيان الصهيوني بيقظة ووعي. تهران و ریاض در کنار سایر کشورهای اسلامی در موضوع تأسف‌بار اهانت به قرآن کریم دارای مواضع مشترک هستند. ان طهران و ریاض لهما مواقف مشترکه الى جانب باقی الدول الاسلامیه بشأن الموضوع المؤسف المتعلق بالاساءه الى المصحف الشریف. از همکاری عربستان سعودی در موضوع حج تمتع ایرانیان و حج عمره مفرده ایرانیان که در آینده نزدیک از سر گرفته خواهد شد سپاسگزاریم. أود أن أتقدم بجزيل الشكر للسلطات في المملكة العربية السعودية لتعاونها في موضوع إقامة الحج وإقامة الحج للإيرانيين و إقامة العمرة أيضا للإيرانيين والذي سيتم أيضا في مستقبل قريب. در جریان سفر جناب آقای امیر فیصل بن فرهان به تهران، ایشان حامل دعوت رسمی جناب آقای ملک سلمان از رئیس جمهور کشورم برای سفر به ریاض بودند. خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها زميلي معالي الوزير فيصل بن فرحان، فمعاليه كان يحمل دعوة رسمية من جانب العاهل السعودي الملك سلمان إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لزيارة الرياض. حضرت آیت الله رئیسی ضمن پذیرش دعوت در زمان مناسب این سفر رو انجام خواهند داد. إن فخامة الرئيس آية الله رئيسي إذ قبل هذه الدعوة فسيقوم بإجراء هذه الزيارة في الزمان المناسب. گفتگوهای امروز ما و گفتگوها و رفت آمدهای هیئت‌های دو کشور مقدمه خواهد بود برای فراهم کردن دستاوردهای دیدار مقامات عالی و سران دو کشور. وبالتأكيد فإن مباحثاتنا ومحادثاتنا لهذا اليوم وأيضا المحادثات وتبادل الوفود الذي سيتم بين البلدين خلال الفترة القادمة، كل ذلك سيشكل أرضية من أجل التوصل إلى الإنجازات في أو خلال اللقاء بين رؤساء كلا البلدين. اطمینان داریم که این دیدارها، گفتگوها و همکاری ها کمک خواهد کرد به تقویت وحدت امت اسلامی و جهان اسلام. اننا نعتقد و اننا على ثقه تامه بان مثل هذه اللقاءات ومثل هذه المباحثات والتعاون فيما بيننا من شأنه ان يساعد في تعزيز وحده الامه الاسلاميه والعالم الاسلامي. همچنین مایلم تاکید کنم که تهران از برگزاری اکسپو 2030 در کشور همسایه و برادر عربستان سعودی حمایت می‌کند. و اود ان اؤكد بان طهران تدعم اقامه اکسپو في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. به عنوان کلام آخر، این که ما
در حوزه دیپلماسی عمومی، دیپلماسی پارلمانی و تبادل هیئت‌های نخبگانی بین دو کشور اتفاق نظر داریم. و في الختام أود أن أؤكد بأن كلا الطرفين متفقان في موضوع التعاون في مجال الدبلوماسية العامة والدبلوماسية البرلمانية وأيضا تبادل الوفود وتبادل النخب بين البلدين. همچنین در گفتگوهای امروز در حوزه ورزش اتفاق نظر داریم که تیم‌های ورزشی دو کشور بازی‌های دوستانه رفت و برگشت رو انجام بدن و از جمله تیم‌های مطرح و برتر فوتبال بین دو کشور ایران و عربستان سعودی بازی‌های دوستانه ای رو تدارک ببینند. وخلال مباحثتنا اليوم تطرقنا إلى المواضيع الرياضية أيضا واتفقنا بشأن إجراء مباريات ودية بين الفرق الإيرانية والسعودية إيابا وذهابا طبعا، وأن تشمل هذه المباريات الفرق القوية بين في كلا البلد. شكرا جزيلا علي البصير. شكرا لكم.